اليوم في الفيديو ذايا باش نعملوا عوده على اصابه انس جابر، وثم حاجه مهمه نحب نطرحها. هي حاجه انا لاحظتها انا ديجا نهارين اللي فاتوا ملي خسرت انس جابر والاصابه، سورتو انا خفت بصراحه من الاصابه اللي تعرضت لها. لاحظت حاجه فريمون غريبه في وسائل التواصل الاجتماعي، هي الرياكسيون تاع انا باش نقول المتابعين نتاع أنس جابر، خاطر المشجع نتاع أنس جابر باش يقعد يشجع فيها مهما كانت النتائج نتاعها، خصوصا عاد حالة كيما هذيا هزيمة بسبب إصابة. المهم دونك باش ناخذ بعض العينات من دي كومنتير قريتهم في بعض الصفحات باش نحكيو شوية فيها وتقولوا لي زادة انتم رايكم في الموضوع. ولا هذا دونك اون غروش باش نحكيو اليوم. حاجة أخرى، انطلاقا من اليوم وديروا الاسبوع هذا الكل باش نخصصوا تقريبا بريس كل يوم فيديو في موضوع يخص دورة اليو اس اوبن. دونك كالعادة قبل اي تورنوا كبيرة عاد هذا ما فماش ما اكبر اليو اس اوبن، دونك تعرفوا انه ديما نعملوا فلاش باك على نظرة التالي شنو اللي صار قبل، وخصوصا مشاركة تاع جابر. دونك باش نخصصوا سلسلة من الفيديوهات كل يوم تقريبا، كل فيديو باش نطرق فيه الموضوع ان شاء الله انطلاقا من غدوة، باش يكون موضوع بتاع الفيديو الاول هو تاريخ مشاركة أنس جابر من اول مشاركة لها عام 2014 حتى 2021. الفيديو الثاني باش نحكي على دورة 2022. انسويت في الفيديو الثالث باش نركز وناخذ الفينال وشنو اللي صار في الفينال ونذكروا تفاصيل بتاع الفينال. هكاك ربما نكون وصلنا للقرعة، تعرف القرعة باش تصير نهار الخميس في الليل بالنسبة لنا احنا، دونك نورمالمون نهار الجمعة نهبط بحول الله فيديو فيما يخص القرعة ككل، دونك قراءة جملية في القرعة. اليوم والي فيديو أخير نورمالمون باش يكون في السلسلة هذه، موضوعه هو قراءة في مسار تاع أنس جابر في اليو اس اوبن 2023. هكاك durant cette semaine كل طرق الكل ما يخص اليو اس اوبن. نبداو بالإصابة أنس جابر وهزيمتها ضد سابالينكا الجمعة اللي فاتت، وشنية اللي تقال وشنية اللي دار في مواقع التواصل الاجتماعي حول الإصابة دي وحول المردود متاع أنس جابر في الدورة هذه. أولا نورمال ما الإصابة ماهيش مخطرة بالنسبة لأنس جابر بسيطة، وديجا بدأت في التحضيرات متاعها للويس أوبان، ورينا حتى تدوينة من في الفيسبوك من عصام الجلالي، واضح من نص التدوينة وأنه الإصابة متاعها ماهيش مقلقة وبحول الله باش نلقاوها اون فورم في دورة يو اس اوبن. هذه دونك أول حاجة لازم نبدأ بها باش نطمنكم على صحة أنس جابر إلى حد الآن. أنسويت بالنسبة لي أنا المستوى متاع أنس جابر في دورة سينسيناتي نجمو نقسموه على مرحلتين. ثم مرحلة في الأدوار الأولى ما كانش الأداء متاعها باهي، وذايا مفهوم بسبب وأنها قعدت مرتاحة مدة طويلة بعد ومبلودون، وبالتالي وقتها ما زالت ما هيش حاضرة، هذاك علاش دونك المستوى متاعها بدأ يطلع بشكل بروغريسيف. وريمو عملت ريمونتادا ممتازة ياسر ضد اللعبة كالينينا، ذايا نتصور وأنه باش يكون مهم ياسر بالنسبة لأنس جابر من الناحية المعنوية. حتى لين جاء الطرح متاع سابالينكا، برشا راو في طرح سابالينكا وانه أنس جابر ما عدتش طرح به، وانا بالعكس انا بالنسبه ليا الطرح نتاعها ضد سابالينكا كان طرح ممتاز لولا الاصابه، خاطر في السيت الاولى انا ريتها تريزي كيليبري، وكما كانت وقت اللي هما 5-5 والارسال عند سابالينكا كانت تنجم تفك الارسال تاع سابالينكا وهي تقدم 6-5 وفي الحاله دي كانت تربح السيت الاولى، اما على غالب خسرت الشوط هذاك وسابالينكا تقدمت 6-5، دونك هي اللي تحطت تحت الضغط وبالتالي خسرت المجموعه الاولى. سابالينكا راهي معروفه وانه في السيت الاولى تكون قويه ياسر، مازالت فريشكه بدنيا، حتى ميخوفا في السيت الاولى ضد سابالينكا ريتو وانها خرجت الحكايه بالتاي بريك،
وكما كانت سابالينكا تنجم تربح في السات الاولى. لكن جينيرالمون سابالينكا المجهود اللي تبذله في السات الاولى راهو يخلي الاثر الكبير عليها، وبعد تبدا ترخ بشويه بشويه، واذا وصلت على التروازيام سات تولي تفقد جزء كبير من القوه نتاعها. ونعرفوا ان سابالينكا تعتمد اساسا على القوه البدنيه وقوه الارسالات وقوه التسديدات، دونك وقت اللي تتعب سابالينكا ما عادش بالخطوره هذيك. ذاك علاش في الماتش نتاعها ضد اونس انا لاحظت انه في بدايه المجموعه الثانيه بدات ترخ سابالينكا، وانس بدات تاخذ الهف، وصلوا 3-1، جات الاصابه، سيفيني كل شيء طاح في الماء. هذاك علاش بالنسبه لي المباراه ماهيش خايبه بالكل بالنسبه لانس جابر لولا تلك الاصابه. لكن اللي غاضني ونصور غاض اغلبيه الساحقه نتاع المشجعين هي رده الفعل نتاع برشا من اللي تابعوا في انس جابر. ثم الجزء منهم نقدوا الاداء نتاع انس جابر بطريقه معقوله، هذاك عادي، احنا كلنا ننقدوا اداء انس جابر ما فيش اشكال. اما هاو باش نوريكم عينات من وضعيات فريمون معناتها غريبه من عباد تدعي وانها تشجع ولا تتبع في انس جابر. خلينا نشوفهم مع بعض. نبداو بالاولاني، شوش قال؟ صدقوني ما عندها وين باش توصل، وتوصل بالطق، شوفوها هذيك هيك الفوقانيه. لا لهنا انا باش نقول لكم جو مو دوموند، هي باهي ما عندها وين باش توصل، انت شنيه معناتها فرحانه كي باش هي ما عندها وين باش توصل؟ انت فريمون كلام ما يتقالش معناتها. جوست انا حبيت نوريكم التعليق، ما هو التعليق نتاعو ما يستحقش باش واحد يرد عليه، خلينا منه نشوفوا اللي بجنبه. قال لك لا اصابه ولا هم يحزنوا، معناتها هي قاعده تمثل في المنطق نتاعو. قال خانها ذراعها، قالت مسحوره. سابالينكا تلعب وحدها في الملعب، خاصة المجموعة الثانية، هكا تو في المجموعة الثانية وقت اللي كانت متقدمة 3-1 قبل الإصابة، هو قاعد يخزر راهو هذايا معناتها باش يوري لك هذايا يعلق، وهو أصلا مش فاهم الحكاية. المرأة مصابة وقاعدة جست تكمل في الطرح باش ما تنسحبش، وهو معتبر وأنه ضعف من أنس جابر هذاك. كمل نقرأ التعليق نتاعو، قال لك والله يا أنس لا هي موجودة أصلا، تعمل في الشو متقاعسة، متقاعسة بالصادة، متقاعسة راهي تكتب بس تقاعسة. أرينا سابالينكا كلتها ماكلة أصلا، حتى أنه أنس انهارت انهيار تام، هذاك هذاك بالضاء يعني. هاي خلينا من التعليق فريمون، معناتها شيء أسف، شيء أسف كي نلقاو تعليقات بالشكل هذايا. هذا نقد تو هكا، هذا المنطق متاع واحد ينقد. حسن اللي بعده، اللي بعده قال لك شفت لها زوز ماتشوات فقط في حياتي. كي انت شفت كان زوز ماتشوات معناتها واضح وانك ماكش تتبع في التنس، دونك كيفاش باش تفهم المساله وانت ماكش تتبع في التنس؟ كمل نقرا التعليق نتاعو. شخصيه ضعيفه وصحيح تراس، ربي معاها، ولكن مستحيل ما زلت نتبعها، ولو تربح اكبر مسابقه في الدنيا، وانا متاكد انها مش اصابه وهي عملت فيلم فقط وكل واحد وراي. والله انا الرا وانه تعليق كيف هذايا راهو ما يجيش يا ولادي. شيء يضحك، شنو هذه التمثيل وتمثل؟ هي باش تمثل بالاصاب، كان جات تمثل بالاصابه راهي دوب ما اصيبت راهي انسحبت وهي رابحه 3-1 في الست الثاني. تعداو اللي بعده، قال لك لا ضربت لا وذني، هكا مستواها قدام اللي اكبر منها. هذا معناتها نقد، لا ومعناتها كي تلوم تعاليق كيما هكايا. بعد هو كي يجاوب يقول لك ما تحبوش النقد، يا ولدي هذا نقد، هذا نقد سي با فري. نمشيو اللي بعده، قال ما طمنتش في زوز نهائي ومبلدون خسرتهم مع زوز لاعبات عاديات. ملاحظه الفينال الاول نتاع ومبلدون ماهوش مع لعبه عاديه، مع لعبه صاعده وقتها واثبتت من بعد اللي هي من اقوى اللاعبات في العالم واللي هي ريباكينا، ردوا بالكم. نواصل. خلي توا ما عادش تنتظروا منها حاجة كبيرة، دونك واحد يحب ينقد يقول ما تنتظروش حاجة كبيرة، يا خويا أنا باش ننتظر منها حاجة كبيرة. ولا شوش كامل قاله، باع وروح، كبرت ونرفوزية، اللاعب الممتاز في التنس اللي يرجع في المقابلة بعزيمة حديدية، هذه تهبط للملعب خاسرة من البداية، ولهذا زايد الواحد يكسر في راسه ويعصب في روحه. والله أحسن بصراحة، حتى فريمون من 3 ساعات راه نقول كلام كيما هكا، ما نحبش نقول أنا الكلام هذا، لكن
يعني بقت تحكي هكاين، ولي زيدان قال لهم كي ما تفرجوش فيها ارتحنا. اللي بعده قال لك اللي غايظتهم خسارة أنس، نقول لكم راهي ما عادش تمثل تونس، تلعب لحسابها الخاص وجمع الثروة مش كيف البطل الحفناوي يبكي على أنغام النشيد الوطني. هذوما عباد اللي يحبوا يضربوا راس براس. يا سيدي أنس جابر تمثل تونس، والحفناوي يمثل تونس، وكل بطل من أبطال تونس يمثل تونس، أحب من أحب وكره من كره. تعداو الآخر تعليق، قال لك يا مخلوق عندنا الحفناوي اللي ينافس في الأمريكان والأستراليين وهو الوحيد اللي فرح التوانسة، بطل عالمي أولمبي. وبالنسبة لأنس جابر عديد دورات خرجت منهم لسبب الإصابة، وهذا سببه تقدمها في السن وقل التركيز والتحضير النفساني والتحضير البدني، كل هذه العوامل لا تجعلها تفوز بألقاب كبرى. شفتوا معناتها هذا راهو كارثة كارثة والله كارثة. عباد يخم ويحكي كيما هكايا كارثة، يعني اللي سورتو اللي يحكي وأنه حكاية تمثيل تونس. يعني مثلا سيدي هنا باش ناخذوها احنا بمنظور تاع كرة قدم، أنس جابر وقت اللي هي باش تمشي تشارك في اليوس اوبان ولا في ويمبلدون ولا في رولان جاروس، كيما المنتخب التونسي باش يمشي يشارك في الكوب دو موند لي جران شلام كيما الكوب دو موند. أنس جابر وقت اللي باش تمشي تشارك في جران شلام باش تمشي وهي بارمي لي فافوريت باش يزو تيتر. يعني تخيل انت عندك المنتخب التونسي ماشي باش يشارك في الكوب دو موند وهو من اللعب الفرق ولا المنتخبات المؤهله باش تهز كاس العالم. هذه دونك الانالوجي بالنسبه لي انا. هل يعقل وانك المنتخب التونسي يخسر في الفينال ولا في الدومي فينال نتاع الكوب دو موند؟ اي نقولوا نحلوا المنتخب الوطني وما عادش نتبعوا المنتخب الوطني ولوح علينا المنتخب الوطني وما نعرفش شنيا. تي انت وقت اللي ليكيب ناسيونال تمشي الكوب دو موند وتربح ماتش تبدا فرحان باش تنقب نقبه في الحيط. عندك اونز جابر تنافس لك وتوصل لك الفينال والدومي فينال وتعمل كارد فينال تبدا متغشش في رولون جاروس، متغشين اللي عملت كارد فينال ها، وفي ويمبلدون متغشين اللي وصلت فينال وما هزتش التيتر. عباد تجي تحكي في الاخر حكايات كيما هكا. بالنسبه للنقد البناء يا مرحبا بيه، راهو مشكله مش في النقد في حد ذاته، اما هذايا المنطق، هذا المنطق الهدام هذايا هو اللي مرفوض بالنسبه لي انا شخصيا، مرفوض رفضا قطعيا. أنس جابر مثل تونس ومن اهم من يمثل تونس ومن احسن من مثل تونس، وتربح ولا تخسر ديما باش نقعد وراء أنس جابر ونشجعو فيه. بحول الله الجرون شلام هذايا المحنون ناخذوه في الاخر، ناخذوه اذا مش السنه راهو عام الجاي حاسيل. وكما قلت لكم انطلاقا من الغد ما تنساوش باش نبداو في الرحله متاعنا اسبوع قبل اليوس اوبان، وباش نحكيو في كل ما يخص في اليوس اوبان، كل يوم ناخذو موضوع ونحكيو فيه. كنت معكم مراد بالحاج من تونس، شكرا على المتابعه، الى اللقاء.